وهذا سؤال صعيب ياسر. ممكن أفضل شيء أمك حرية وترشي مع بعض. أكيد عرس متاعي مع مدامتي في 1999 لما تزوجنا هنا في تونس الخضراء. ممكن العرض الفني الأكثر مثير كان العرض لسي زياد غرسة مع بعض الهجوم الإرهابي في محمد الخامس في أواخر 2015، والجمهور تأثروا برشا من سي زياد، وخاصة في نهاية العرض لما الناس الكل غنوا النشيد الوطني التونسي. شبه مستحيل الإجابة على هذا السؤال على خاطر المناطق العديدة الجميلة هنا في تونس، لكن ممكن المنطقة المادية لها خاصية على خاطر الجمال الطبيعي والبحر، لون البحر الأزرق الخاص جدا شوية. ماذا بي أن قرأت أكثر منهم، ولكن أنا قربت شوية من صغير أحمد وأبو القاسم الشابي. أنا أقل واحد يفهم في كرة القدم للأسف، ولكن أنا أفضل وأنا أفهم شوية من كرة السلة، وأنا حضرت عدة مباريات لكرة السلة في المدن التونسية المختلفة. أكيد على الأرجح كسائح، ولكن ممكن في إطار مختلف، ولكن المهم أن يكون عندي الفرصة لأرجع لهذا البلد الجميل والرائع. لا هاي ولا هاي، بيسبول، فيلم، بحر، الفريق الوطني هكاها، لبلبي، مدفونة، تونس الخضراء. يا أهل تونس، نشوفكم على خير.